في كل الرياضات. حديث النجوم مع إبراهيم البوغانمي. ما تقرب لينا أحباب، موال موال الصبر ودان، من يوم الحب ما غاب ولا عمري عيب يا ليلي يا ليلي يا عيب يا ليلي. ما تقرب لينا أحباب وأنا صابر على المقسوم، يمكن يرجع لي في يوم. أنا صابر على المقسوم، يمكن يرجع لي في يوم. كل معاك تاني يا أبويا أيام حلوة وحكايات حكايات 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 على حسب وداد قلبي يابو، على حسب وداد قلبي يابو. اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائنا الراضيين على انغام وايقاعات عند الريب الاسمر عبد الحليم حافظ. نرحب بكم الناس الكل في هذا العدد 35 من سهرتكم الرياضيه حديث النجوم كالعاده. نتلقاها كل نهار 3 من 6 ونص حتى 8. نجم من نجوم الرياضة في تونس، سهرتنا الليلة باش تكون في رحلة شمالية غربية مع الكابتن السابق لجندوب الرياضية نجم السهرة محمد العبيدي صاحب ساقي يسرى سحرية، مخالفات وتصويبات مليمترية انتظرناها في الحقيقة مع الكتيبة الصفاقسية باش يفجر موهبته الفنية، لكن الأقدار والحظ حرمتنا من إبداعاته الكروية. لاعب رحالة عرفت عديد الملاعب الرياضية من جندوبة الباجة القفصة وصفاقس العاصمة الجنوبية وغيرها من الفرق اللي يرفع رايتهم الجملية. ترك وراها أحلى الذكريات الرياضية يا ولد عبيدي يا محمد، إن شاء الله تلقاه في صحتك والذرية ورضا الوالدين أحسن هدية، على خاطر نحبوك ونعزوك جيناك الليلة من كل دشرة ومدينة، من بوسالم نتبرق الغار ديما الفرنانة وبلطة بعوان وواد مليز العين دراهم الجبلية، باش نكرموك مع صديقنا برهوم في حديث النجوم الليلة على موجات راديو لسفام الجربية. خويا محمد العبيدي مرحبا بك نجم سهرتنا الليلة على موج راديو لسفام. السلام عليكم سي إبراهيم، شنو أحوالك؟ لبس عليك مرحبا بك وسادة المستمعين، مرحبا بكم الكل. في فورمة الليلة؟ الحمد لله ان شاء الله باذن الله. الحمد لله. اذا كيف سمعتوا اعزائي المستمعين، الاستوديو الخارجي ليله في بيت النجم صارتنا محمد العبيدي في جندوبه ومعه العائله الصغيره نون حيوه تحيه كبيره برشا، وكذلك وراء كل عشاق الجياس داخل وخارج جندوبه. استوديوهاتنا بالجزيره الثلاثي العاده ايمن فتنسيقي يستقبل مكالماتكم على 75 658 100، وابو عيش المايسترو على الكونسولات ومكلف بمحاصره النجم سهرتنا الليله محمد العبيدي. خويا محمد قداش من ورقه خذيت قبل كنت تتذكر؟ كيفاش؟ قداش من ورقة خذيت قبل خاطر الليلة أبو عيش باش تاخذ حذرك من وراه ويقرا سويدو تحته كما يقولوا؟ لا مش برشا مش برشا. حذر روحك خويا أبو عيش الليلة. خويا محمد أمور واضحة بالنسبة لعبد الحليم، أش يقول أبو عيش في فقرتنا الأولى؟ حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكثر من عبد الحليم. قصة الحب لها أكثر من حكاية، وقصة حكاية ومغرام قلنا محمد العبيد نجم سهرتنا الليلة مع كرة القدم، هذه الكرة المستديرة الساحرة. شكون سحر صاحبه، أنت ولا هي؟ هي سحرتني أكيد. أول مرة محمد هكا تغرمت بالكرة، شكون غرمك بالفوت؟ علاش ما اخترتش لعبة أخرى؟ والله هي الواحد موهبة من عند ربي وما
معناتها سقلتها معناتها بنفسي ما تعبت برشا خاصه في الصغرى. بطلت قرايتي على بكري معناتها كم كليت كان بالكوره أطرني الوالد والوالدة وأخواتي زاد معايا أطروني والحمد لله معناتها بديت الرياضة من 95. هذه البداية. أول مدرب احتضنك ومشيت للملعب في جندوبة شكون كان ذكروه؟ السيد الحبيب الهذيلي. اللاعبين اللي لقيتهم يكوروا وقت قبل ما تلتحق أنت شكون بعض الأسماء ربما اللي بقات معروفة تو في جندوبة؟ والله اللي لقيتهم أنا موجودين تما سيف الله المحجوبي. إي حيوب المناعي. محمد المناعي. هذوما معناتها الزوز اللي نفكرهم وقت لقيتهم في الأصغر في جندوبة وقت أنا نزلت في الأداني. اللاعبين اللي وصلت معاها من مشوار وصلت حتى للأكابر تذكرش شكون المدربين الأصغر الأواسط وحتى نوصل للأكابر المدربين؟ نذكرهم لا نذكرهم أكيد. أنا من إبراهيم أنا من الأصغر معناتها طلعوني ديريكت للصنف الأكابر. هذه الخاصية من خاصيات اللاعبين الكبار ماهيش موجودة تو صحيح الحمد لله. نذكر في الحبيب الهذيلي هذا أول واحد اللي اكتشفني هو وسيسام الدريسي نشكرهم بالمناسبة هذه. بعدهم تكملت العامين عند الحبيب الهذيلي بعد جاء سي فتحي المحجوبي وسيد علي قميزة الله يرحمه وسيد علي العيادي هذوما هذوما في الأصغر الأداني والأصغر. من الأصغر طلعت الأكابر معناتها مع المدرب مدير فني هو مدير فني ومدرب أكابر جيهوف روماني هذا. الحمد لله معناتها خدمت على روحي وضحيت برشا حاجات في حياتي معناتها الشخصيه لبرا خسرتو الفساد هذا ما عنديش انا ما نتبعوش الجمله الحمد لله دخان ولا كيلك سوى الحمد لله ليومنا هذا وكملت المسيره نتاعي حتى في التمارين نخدم دوبل سيونس وحدي معناتها من الصباح وتمارين في العشيه مع المجموعه معناتها. اي خاصي. الاول مدرب قلت لي بالنسبه للاكابر استدعاك هو شكون؟ السيد جيروف. جيروف وقتها الجندوبه تلعب في اي قسم؟ الوطني باس. في الوطني باس في عام قداش هذا؟ عام 2000 2001. ايوه 2000 2001. اذا في جندوبه شكون لقيت في الاكابر قاعدين يكوروا وقتها بالنسبه لاسماء كبيره برشا في جندوبه؟ الأكابر ثم معز الناس الله يرحمه ثم وليد ساسي اللي وقف معايا بالمناسبة هذه نشكره برشا معناتها برشا سامي يعني الطرخاني سامي المطوسي سامي الطرابلسي برشا سامي وسامي الطرخاني زاد موجود معناتها هذوما اللي نفكرهم ونشكرهم بالمناسبة هذه تحية معناتها كبيرة لهم. أكيد هذه مناسبة باش نحيوهم ونحيو حتى كل من خلالهم هم كل اللي كانوا معاهم موجودين. أول مباراة لعبتها رسمية مع الأكابر وقتاش؟ أول مباراة وقتها كان عندنا كأس الرابطة سيد إبراهيم كانت تتذكر. كانت موجودة ضد الملعب التونسي في زويتن. أول مباراة وقتها مازال 16 سنة عمري. كأس الرابطة والمباراة اللي معناتها دخلت الشوط الثاني ما كان معز الله يرحمه والحمد لله معناتها كانت الانطلاقة من المباراة هذيك. إذا هذايا بالنسبة لأول مباراة 2000 قلت لي 2000 2001. 2000 2001. باه نمشيو شنو أحوال جندوبة وقتها الموسم هذاك في أي ترتيب في أي مرتبة شنو النتائج بالنسبة للوضعية هذيك؟ الوضع وقتها ترتيب في معناتها في الوسط الترتيب دائما جندوبه. كانت معناتها ما فماش طموح معناتها نتاع صعود ولا ديما تفادي النزول تعطينا مرتبه مشرفه وكهو معناتها نكملوا. هذا يخلي ربما الظروف الماديه هي اللي تكون اكبر عائق ما تخليكمش معناتها صح. اكيد هذيك اهم حاجه خاصه الظروف الماديه والامكانيات ماهيش متوفره. إذا هذا بالنسبة للأجواء البداية نجم نقولوا آخر مشوار مع جندوبة كملته وقتاش في الترتيب معناها الفرق تو نشوفه بالتفصيل لكن مع جندوبة بديت حتى 2001 إلى 2017.
إذا ما شاء الله 2017-2018 إذا مسيرة نتاع 17 سنة تقريبا مع الأكابر خويا محمد، مسيرة طويلة برشا. أكثر من 17 سنة. هذا إذا كان خبيرة معناها 20 سنة برشا العمر عبد. هكا نكونوا خذينا فكرة أولى خويا محمد، خاطر بعد شوية بعد دقيقتين تقريبا باش نرفعوا الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لجزيرة جربة وما جاورها. هذا بالنسبة للفقرة الأولى، خذينا فكرة بداية سقفنا محمد نجم سهرتنا الليلة في وغرامه بكرة القدم، كان بدأ في 2000-2001 في جندوبة، وباش ناخذوا التفاصيل بعد شوية بعد الأذان. نرجعوا مع أخونا محمد نجم سهرة الليلة محمد العبيدي، صانع ألعاب جندوبة رياضية، وكذلك عديد الفرق اللي مر بها وترك بصمة لا تنسى ولا تمحى من ذاكرة رياضية لكل عشاق الكرة المستديرة. بوعيش نمشي ونرفع الأذان، فضل اسمعوا أوليس FM في جربة على 92.1 ولا 104.3. مستمعين الأفاضل، نرفع لكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لجزيرة جربة، الرجاء مراعاة فارق التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. لسفام إذاعة أهل الجنوب. إذاعة أهل الجنوب. قبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نذكر بالنسبة لنتائج النجم الساحلي والمقاولين العرب لحد الآن 4:82 وتعادل سلبي 0-0 بين الفريقين. نرجع مع النتائج ونبدأ بالتفصيل. خويا محمد مرحبا بك من جديد. مرحبا بكم. نذكر السادة المستمعين نجم صارتنا الليلة اللاعب السابق لجندوب الرياضية وعديد الفرق كما قلنا باش نعرفوهم بشوية بشوية مرحلة مرحلة. محمد العبيدي في 2002-2003 جندوبة في الرابطة الثانية. هات نحكيه شوية على الكأس تونس في الدور الثاني. تذكرش لعبته مع رادس ولا لا؟ الدور الثاني 2002-2003 اي رشحته من رادس واحد بلاش. اي ربحنا رادس واحد بلاش صحيح. ده في الدور الثاني لعبته مع تروازيس. تروازيس ربحته 2 بلاش. 2 بلاش. نمشي على الدور ال 16. تذكرش مع شكون لعبت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تو هذه طلعت للرابطة الثانية لعبت الماتش البراج وطلعت مع كوكب منزل النور القلعة الرياضية. منزل النور القلعة. القلعة الرياضية. القلعة. ترشحت وقتها واحد بلاش. واحد بلاش. هذا ضد الاتحاد المنافسي. قبل تو بديت نفهم تو الحكايه الميموار بدا يخدم مليح. قبل الاتحاد المنافسي لعبته مع منزل بورقيبه. منزل بورقيبه صحيح هو الهدف سجلته انا وقتها. هذاك علاش خويا تحب تنسينا في الموت ولا كيف؟ لا لا خالص. واحد بلاش محمد العبيدي. الذاكره خانتني. لا لعب واحد بلاش محمد العبيدي يمضي على ترشح جندوبه من منزل بورقيبه. نمشي له الدور الربع النهائي جندوبه واتحاد المنستيري. نتيجه قد ايه؟ صرنا واحد بلاش. ايضا هذا الجواب صحيح. نمشي 2003-2004 جندوبه مازالت في الرابطه الثانيه والمشوار في كاس تونس المره هذه ما مشاش بالكل. مشيتوا في الدور الثاني لعبتوا الدور الثاني لعبتوا مع السهم زرمدين. تذكرها المطرح هذا ترشحنا ضربه جزاء واخذ ضربه جزاء سجلت انا. ايوه هذه بدينا نتذكر. الدور الثالث حلق الواد والجياس. هذاك ظهر لي هذاك اللي ما لعبتش فيها الماتش هذاك. اها وانسحبت وقتها 2 بلاش. انسحبنا 2 بلاش صحيح. نمشيو 2003-2004 شنو احوال جندوبه في البطوله وقتها؟ وقتها خبرة باهية. ايوه اش من كلمة باهية هذايا في 3 و4 ب 2004 و 2005 ثم تحسن كبير كبير برشا في الجمعية هكا ولا؟ موسم صعود هذاك. اي شنو اللي خلى الجندوبه تولي تلعب على الصعود؟ والله ما كانش في البرنامج ما كانش موجود صعود. خاطر الموسم اللي قبله 2003-2004 عندها منعنا من النزول في الماتشات الاخرانيين. اه؟ اما عندنا جمعيه وقتها كلها وليدات صغار. ايوه. تونا مع بعضنا من الاصاغر للاباني معناتها الكاتيجوري هذيك طلعت معناتها ثم متستانسين ببعضنا ثم لحمه بيناتنا ثم جينا زاد الجوارات الكبار اثرونا وعرفت كيفاش وحتى في الريكريت مونات زادوناش برشا معناتها جوست زادونا حكيت 4 ولا 3. المدرب وقتها شكونه؟ المدرب محمد جلاسي الحيوب بهالمناسبة أكيد وجه كبير واسم كبير واسم كبير في جندوبة ما شاء الله ترك بصمة كبيرة برشا في تدريبه مع النجم قلت نجم رياضي الخبير إن شاء الله نعم. في 2004-2005 إذا آخر الموسم توجتوا بالصعود للرابطة الأولى. نشوفوا مشوار الكأس الدور الأول لعبته مع منزل بورقيبة هكا ولا؟ اي مع منزل بورقيبة. خسرنا فيها. ترشحت راحت واحد بلاش وقت. مازال سجلت وانا. هذا الهدف الثاني باهي حلوة برشا. الدور الثاني جياس ومكثر. مكثر ما مشيتش انا في الدور الثاني ما لعبتش. مكثر ترشحت 4 بلاش. 4 بلاش. علاش ما لعبتش الوقت هذاك شنو اصابة ولا؟ لا رتحني المدرب. ثم لاعبين رتحنا باش نحضروا للبطولة وقتها. البطولة أبجل صحيح. إلا دور 16 جندوبة وقربة. قربة لا إله إلا الله محمد رسول الله ظلي فيه
ترشحت وقتها ترشحنا ما نفكروش واحد بلاش واحد بلاش يعني. الدور الثمانية نهائي هذا الطرح هذا يظهر لي ما تنسوهش مع النادي الافريقي بالضبط ونتيجة قداش فات ربحونا 3-2 3-2 والجواب صحيح منتصرين 2 بلاش ربحونا شوط ثاني دار علينا. شكون تتذكر من الجيل اللي لعبتوا ضدهم الكلوب وقت هذاك 2004-2005؟ عادل النزي استغفر الله علي بومنيج حارس مرمى وسام يحيى وسام السلاني هشام خالد برشا نتفكرهم برشا لاعبين كبار وقتها. ده هذا بالنسبة ل 2004-2005 خليل باش نحكيو على جندوبة في الرابطة الأولى والأفراح الصعود ونذكروا توا بالنسبة للتفاعلات اللي ساعدة المستمعين على الصفحة الخاصة بي نوجه تحية مع صديقنا مصباح العبيدي يقول مكان الأخ واللاعب محمد العبيدي تدريب في الأصناف الشابة للمنتخب لما لا يكون مع الإطار الأول للمنتخب ما أنه يشغل خطة مهاجم وعنده من الذكاء في تسجيل الأهداف وهذا ما يضمن وهذا ما ينقصنا في المنتخب. اخترتش التدريب وتفكرش في التدريب مرة أخرى مرة جاية إن شاء الله إذا كان تكمل المشوار؟ أكيد 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 نفكر في التدريب أكيد يجب نكمل الشهيد نتاعي ونتوكل على ربي إن شاء الله ممكن موسم موسمين أخرين ندخل عالم التدريب إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. من سوسة كذلك تحية لصديقنا شهام الشاوش يقول موافقين كالعادة برنامج متنوع من كل الأقسام والجهات. شكرا لي خويا شهام. جندوبي بسام يقول أقوى ما فما حمحوم من الكاف صالح الفضلاوي وجه للإعلامي الرياضي المعروف بإذاعة الكاف نوجه له تحية كبيرة برشا. زياد الروبي يقول سوبر. ومن المرسى صديقنا صالح أمين الهرمي يقول يعطيك الصحة في اختيار ضيفك معبود جماهير جندوب الرياضية ويبلغ لك ويا محمد سلامه الحار. يبلغ يعيشك سلمك. عاد في المازني يقول من أحسن ما فما في الكورة من المهدية نوجه تحية لزميلنا مراسلنا هناك مصفى القديم. هيثم باجو يقول يبعث لك تحية ويقول حما الباهي. من حومة السوق جربة تحياتنا للأصدقاء توفيق كوشة ومصطفى الطنيش عليك رد كذلك. وليد المسمودي فنان يقول فنان صانع ألعاب ربي يوفقك خويا الغالي باترون. ومن فرنسا تجيك تحية أيضا من أخواتنا المغتربين يتابعوا فينا في هذه الحصة أخونا الهادي تيشا وخاصة من صديقنا من موناكو يحييك أخونا محمد ويقول خميس الدريدي أسمع وش يقول في الرسالة يقول اختيار جيد حبيت برشا هذا اللاعب صاحب ساق يسرى رائعة للأسف ما عملش كارير كبير نظرا لاختياراته للأندية ويختم قوله نتمنى لك حياة سعيدة. هذا بالنسبة لأخونا خميس الدريدي. سعيد صديقنا كذلك مؤمن بالله مساء الخير خويا الغالي من فرنسا. ومن الأقلام اللي نعتز بها الصحفي محسن الزريبي من جريدة لابريس نحيوه كذلك على التفاعل مع السهرة ويقول حصة أخرى واعدة من برنامج رفيع المستوى جدير بالمتابعة حظ سعيد برهوم وأخونا منور السهرة معنا بوجودك محسن. كذلك نذكرك تذكرش الاسم هذا هيكل العياري محمد هيكل أكيد والحومتي في جندوبة أيوة ولعبنا مع بعضنا حياة اللي فيه هو تو مدرب مش عارف وين بالضبط موجود تبرق تبرق في تبرق تحياتنا ليه إن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته كذلك كانت له مسيرة في جربة الأخونا شكري طرخاني مرحبا بك مساء الخير يقول كان ممكن أن يكون نجم من نجوم الكرة خلي لك الكرة عند محمد الإجابة هذه تفاعلات الأسادة المستمعين بزلنا أخويا محمد نمشي وشوية توا نحكيه على الموسم الصعود كيف ترشحتوا أو خلينا نقولوا كيف طلعتوا للرابطة الأولى أول موسم جندوبة في الرابطة الأولى أول موسم أكيد ما تنسى أكيد ما تنساش الفرحة ذيك لا أكيد فرحة ما صارتش في جندوبة تصور وقت آخر ماتش نفكروا أيوة الماتش الموسم معناتها الماتش الصعود هذاك في الزويتا مع الاولمبي للنقل الشيوتي عملنا 1-1 ايوه كانت الناس من جندوبة عرضونا صورنتي معناتها من تونس جندوبة 150 كيلومتر عرضونا لمجاز الباب 100 كيلومتر على جندوبة كي كملتوا الكارير كيفاش كانت السهرة نتاع هاك الفرحة هذيك وين عديتوها؟
سهرك لي في الولاية. في الولاية حتى الصباح. وصلنا للجندوبة إحنا ثورة كملنا الماتش. روحنا من تونس الستة نتاع العشية دنيا سيف وقتها ستة نتاع العشية وصلنا الجندوبة الثلاثة ونص تاع الصباح خلنا الولاية ما شاء الله. الجروب هذيك الأسماء اللي حقت الفرحة الأولى بكل وطلعت الجندوبة للأضواء الكبار تنجمش تذكرنا بعض الأسماء منها خلي على الأقل نحيوهم. أيوة نتفكرهم إن شاء الله. عندك ذوز حراس مرمى فتحي العرفاوي وغضباني النفاتي نهجور نتاع حية فما معنا في الدفاع محمد علي السعيدي الله يرحمه وليد ساسي سامي المطوسي أما سامي ترابلسي سامي ترخاني محمد المناعي لا إله إلا الله محمد رسول الله فؤاد شرفي نوجه تحية ومعنا محمد طرفوني شاكيب مهاوش برشا بسمه باش نعطيك اكيد احنا حابين باش نذكروا البعض على الاقل من خلالهم هم نحيوا كل اللي ساهموا في السعوديه تحيه كل على رسم سي محمد زلافي المدرب اكيد سيدنا سعيدي اي ثم المدرب اي ولا رئيس الجمعيه وقتها شكون كان نتاع الجندوبه رئيس الجمعيه سي محسن العشيد نقول له تحيه والمسؤولين اللي معاه كل اللي سهروا على تحقيق هذا سعود هذه تحيه تجيك نقول لك حاتم الغربي شي ذكرك باسم هذا حاتم صديقي أو في التحية شي يقول أحلى حمى وأقوى جوش جيلونور اللي كورت مع جوار متربي وكورجي برشا كيفك يا عشيري هذه تحية لك تحية لك خويا حاتم عايشك في فرنسا هو توا نوجه له تحية أكيد هذاك علاش الغربة متعلق قليلة باش تفكروا شوية على الأقل جوار جندوبة من خلال صديقنا محمد يعطيك الصحة محمد كي نقولوا بالبابا جلولي شي فكرك لازم هذا بولبابا جلولي حمى ايش يقولك هذا اكيد راه يعرف يقولك حمى راك نعمه الناس نعرف دائما لسان يتغيب عليا السيد اكيد نعرفهم اكيد باش تعرف اللي كانتك عند الاحباء محمد الحمد لله الحمد لله ابراهيم انا اي جمعيه مشيت لها خليت كانت سيره طيبه والحمد لله يا ربي الحمد لله هذاك اللي ربحته من محبه الناس ومن الجمعيات الكل اللي لعبت فيها ربحت منهم محبه الناس وخليت سمعتي طيبه كما دخلت الجمعية كما خرجت منها الحمد لله الحمد لله الأجواء ما نجمش توصف لي عاد العام الأول في البطولة الموسم هذاك كيفاش عدد كيفاش العام ما يتنساش إبراهيم اللي كامل عديناها معناتها رابحينهم الكل الماتشات البرا والداخل في الروتور عملنا أخي بروتور تقعد معنا أخويا محمد ويقعد معنا سادة المستمعين باش نمشيو إلى موجز الساعة 7 للأنباء على مجرى دوليس أف إم من قسم الأخبار ساقتنا زينب بعد نرجع ونواصل السهرة الليلة مع نجم سهرتنا الليلة محمد العبيدي صانع ألعاب جندوبة رياضية.